مرحبا بكم مرة أخرى في الزابينج. نحكي على التفاعلات في الجيت اليوم في ستور وستوريات. نحكي تحديدا على عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية من أصول تونسية وليبية هبة أبو خريس بن سليمان أو هبة عبوك كما يعرفون سكوليكا أو طريقة أشرف حكيمي. طبعا شوية خلنا نرجع لك هني شوفوا تسنيستنا وين جيت اللي قاعدة تستمتع بالإجازة الصيفية متاحة في تونس مع أولادها. برتجت برشة تصور هنا في تونس تقريبا هي من 9 جويلة موجودة في تونس. كي ندخلوا التصور متاحة قليل ونلقاوها مريكة بلايس أخرين متاع في متنقلاتها في أنحاء العالم. كانت أكثر الحاجات البليتول بلايس اللي ماركيتهم هي البرازيل وآخر دولة عربية ماركيتها هي الإمارات. وكل تصوير تهبطها في تونس تماركي فيها في تماركي فيها تونس سيدي وسعيد وغيرها من الحاجات هذية. ديجا البارح قبل حكيتنا عن الليل برتجيت ستوري صغرون هكا في زوز ثواني مع ولدها وماركيت تونس هذا كيف كيف اللي قلت لهم بونوي عندها تقريبا 1,700,000 كيكا 700,000 قاعدين يتابعوا فيها. عملنا تنسنيسة احنا شكون عاملة فلو هي اللي شكون عاملة فلو شكون تتابع شكون تتابع اكزاكتومون نلقاو الحقيقة تبعش فيها نزام ابهر ليه طو بعد نقول لكم شكون اللي تتابع فيها من هنا من ديوان من ديوان شكون اللي تتابع فيها هنا من ديوان عندش من ديوان بالذات ما تقولك الاسم بعد نقول احنا ليه عندنا من ديوان وزملاء امورنا الزملاء اهتمامات الزملاء شنو نلقاها مريم كما قلت لكم حاجه اللي مش استغربتها ما استحسنتها انها قاعده تتابع في برشا باجيت يروجوا الصوره مزينه برشا التونس كما ديسكفر تونيزيا كما وغيرهم الباجيت هذيا. هي هبه عبو قاعده نلقاها تتابع في انز جابر عادل العارف تبع زاده كيف كيف في إينيس البوبكري كيف كيف. والملاحظة اللي شعتها لك سيهاني إنه هبة عبوك وأشرف حكيمي من حشوف لول بعضهم لحد الآن أما بقيت جميت على آخر تصور متاع هي وصغارة ما زلت العلاقة الافتراضية هي شهر التالي شهر التالي في الوسائل الإعلام المغربية والعالمية كلها تلهيت كيفاش هبة عبوك نقولوا احنا تعم في الجميت واللي كومنتير الأخت أشرف حكيمي دونك هبدت العناوين هل هي بداية معناها تودد من جديد من جديد شكونكم شكون لا جوست حبيت ما احنا ما نخبيو حتى شيء على الناس اللي تبع فينا نقولوا الحقيقه احنا نعرفوا في الديوان سبور كلوب اللي هاني هو اللي هي بي نورمالمون الكواليس عند هاني هذوما نورمالمون يا هاني يا هاني زعما باش تتبع شنو عامله مرت اشرف حكيمي ليه قال لنا تنسنيس ما نحبوش ما نحبش نحكي على الرسائل الملعبيه حتى حد ملعبيه 100% 100% هذا نوع من الرياضه هذيا الرياضه شكون تويك يتبع في هبه عبوك نلقاو هند صبري نلقاو غالي بلتي هيدي زعيم سمير الويفي محمد مراد حبيبه الغريبي مايا القصوري غيرهم التوينس كما قلت لكم زملاء حاتم جزبار تبع في هبه عبوك حبيت نهضر عليه انا في التليفون حاسين لقاء عامل في اللولي هبه عبوك كيف كيف زاد زملائنا حتى امين جلينزا يا فام سلاح سكوحي من موزايك وبرشا انا من اسماء اخرى البارح دخلت بروفيلهم ما عملتش انا فولو وسينورك وصلت اليوم مع ربي قاعدين نتابعوا برشا تفاعلات مريم جيت على تصورها كيفاش بارتاجيته في تونس والسؤال الوحيد والاوحد اللي يسالوه التوانسه كل ما يجينا مشهور معناها يعدي الفاكونس نتاعو في تونس يقول لك علاش ما نستغلوش الوجود نتاعهم. فما ملاعبيه عالميين جاوا لتونس وما نعرفوش حتى شكون وقتاش وقتاش جاوا وين مشاو وين عدوا احنا حكينا على أوبرا وينفري البارح وقلنا كيفاش تسوق لمراكش وماكلت مراكش وخبز مراكش. أوبرا عندها 22.7 مليون متابع على كونت انستغرام بخلاف أوبرا وينفري بوك اللي هي عاملة اون باج سبيسيال للكتب كل يوم تعطينا نصايح شنو الكتب اللي تحب تقراهم اتسيتيرا. هي بقى بوك نجم زيدا هي تكون صورة للترويج لتونس بالمليون و700 متابع متاحة وكتبت حاجة حلوة برشا معناتها ميغا سين سي لا تونيزي بما انها امها تونسيه بوركوا با معناتها اون ا بيزوان دو سا والصور ما
احلام وما في اسبوع في المكان المفضل عندي تونس. في علاقه باوبرا وينفري مريم قعدت نتسائل انا اسكو كانت سبونتاني لا فيديو نتاعها والا كانت مدعومه بوتيتر من وزاره السياحه والا فما فلوس تبع فلوس تبع انت فاجئ ايمان لينوسونس نتاعك ولا فما فلوس على الاستراتيجي نتاع الماروك مستحيل تبقى حاجه دليل على انه مازال عندنا الخير في الدنيا الناس حمم كيما ايمان هيا فاصل رجعي بوبليسيتي حوارات نقاشات اخبار ربح عديد الفقرات دوسيات وبرشا حكايات كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة متاع الصباح معايا أنا مريم بالقاري وكل الفريق. صباح الديوان صباح الديوان صباح الخير. منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم مواضيع الساعة مراسلين من كل بلاصة ينقلوكم كل كبيرة وصغيرة على عين المكان. منك نسمع الاميسيون اللي تجيكم كل يوم اثنين للجمعة من العشرة نص نهار معايا أنا هدى الورغمي على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. نحكيو سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ضيوف ومواضيع الساعة وآخر الأخبار والأحداث والتطورات معايا أنا معز بن غربية وكامل الفريق. تابعونا في هنا تونس من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم. صيف معانا It's fun time وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم نساء تبعنا وعرف السهر. قديش متابعين رونالدو على انستغرام هني؟ برشا هو أكبر كونت في العالم. لحظة بركة بشوف خاطر كريستيانو كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة يزيد عدد المتابعين دونك نجموش. أي لحظة بركة نشوفها كريستيانو خاطر وزاده هو عنده أكثر صورة عاملة دي لايك في تاريخ انستغرام وحتى التوى اللي هي وقت كان انضم لليوفي في السنوات السابقة. كريستيانو دونك هو عنده أكبر كونت 597 مليون متابعة 597 مليون متابعة لكريستيانو على قريب 600 مليون اتبع جورجينا ولا شوية يعني شكون يختار يا مريم الناس الغول الموعد مع الناس الغول تكنيوز وراجعين حط تليفون في الشارج حوارات